موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركته في فعاليات القمة 18 لمجموعة 20 بالعاصمة الهندية نيودلهي. وشارك الرئيس السيسي وقادة مجموعة 20 في مراسم وضع أكاليل من الزهور على ضريح المهاتما غاندي. كما شارك الرئيس السيسي في جلسة بعنوان مستقبل واحد، وألقى خلالها كلمة أكد فيها أهمية معالجة إشكالية ديون الدول النامية وضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه تمويل المناخ. وعقد الرئيس السيسي لقاءات ثنائية مع نظيريه التركي والألماني على هامش قمة المجموعة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة 20، حيث شارك سيادته قادة دول مجموعة 20 في زيارة ضريح الزعيم الهندي التاريخي غاندي. والوقوف دقيقة حداد ووضع باقة من الزهور على الضريح. وختاماً لفعاليات المؤتمر، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بعنوان مستقبل واحد. وعلى هامش المؤتمر، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات مع السيد أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا، وكذا السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين أشادا بتطور مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي نهاية الزيارة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الهندية نيودلهي عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. أوضح رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن انعقاد المنتدى خلال النصف الأول من العام القادم يأتي تأكيداً لالتزام الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار مدبولي إلى أن تنظيم هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله. افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المعرض الفني لرسومات طلاب المدارس حول الهجرة غير الشرعية الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 13 من سبتمبر 2023 بساحة دار الأوبرا المصرية. وأوضح وزير التربية والتعليم أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتل مكانا بارزا في العلاقة بين البلدان،
لارتباطها بالعديد من الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، كما أنها من أخطر القضايا الاجتماعية التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي وأحدى التحديات الكبرى التي تواجه فرص التنمية المستدامة. التقت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرنس الدكتور أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة كوينز كلينيك لندن لبحث مقترحه الخاص بتدريب أطقم التمريض المصرية من خلال التعاون مع هيئة التمريض البريطانية، وخطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج في استراتيجية تعزيز المنظومة الطبية المصرية. وأكدت وزيرة الهجرة حرص الدولة على فتح أفاق التعاون مع علمائها في مختلف مؤسسات الدولة وبشكل خاص في القطاع الصحي والمشاركة الفعالة في خدمة الوطن ودعم المبادرات القومية. يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليوم تحت قيادة البرازيلي ميكالي مباراته الودية الثانية أمام نظيرها الروسي على استاد السويس. تأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب الأولمبي ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024.